في خطوة تحفيزية للمنتخب الوطني لكرة اليد قبل خوض غمار البطولة العالمية، التقى وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري بممثلي الكرة الصغيرة في المونديال. كان لي شرف وواجب زيارة المنتخب الوطني لكرة اليد قبل تنقله إلى جمهورية مصر الشقيقة للمشاركة في كأس العالم 2021. طبعا كانت فرصة لتجديد وتأكيد دعم الحكومة ودعم الوزارة المطلق لهذا الفريق ووقوفها إلى جانبه. دونك راني فرحانه بزاف اليوم اللي جيت للفريق الوطني لكره اليد انا وزميلي وزير الشباب والرياضه باش ندعموهم باش نشجعوهم وهم على ابواب المشاركه في كاس العالم بالقاهره. الزيارة لاقت استحسان الطاقم الفني واللاعبين والتي من شأنها إعطاء دفع معنوي للنخبة الوطنية لتمثيل الجزائر أحسن تمثيل. السلطات العليا في الجزائر قدرت عملي واحترمتني وهذا لم أجده في بلدان أخرى اشتغلت فيها حتى في بلدي. أنا أفتخر بكل ما حدث لي في الجزائر وهذا يشجعني. نشكر معالي وزير الشباب والرياضة والسيدة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة على هذه الالتفاتة. كنا فرحانين من لافيزي تاع الوزير وهذا يشرفنا ومش نعرفوا باللي الوزارة تاني واقفة معنا. رفقاء مسعود بركوس سيكونون على موعد مع رفع اتحاد لإعادة كرة اليد الجزائرية إلى الواجهة الدولية بعد غيابها في النسختين الماضيتين.